ألف مبروك لأبطالنا سيف عيسى، أحمد الراوي، وجانا خطاب، يا رب دايما من نجاح لنجاح. وخلونا نتكلم بقى في تفاصيل أكتر ونتعرف عليها من الأستاذ محمد عجيزة، رئيس بعثة المنتخب في بطولة العالم للتايكوندو. ألف ألف مبروك يا كابتن. يا الله يبارك في حضرتك يا أستاذة بسنت، صباح الخير على حضرتك وعلى الأستاذ أحمد وعلى السادة المشاهدين جميعا. يعني ألف مبروك يا كابتن، وعاوزين نعرف بقى من حضرتك كابتن محمد يعني الإنجاز اللي اتحقق ده، حضرتك كلمنا عن تفاصيله وإزاي قدرتوا تأهلوا يعني أبطالنا في المنتخب. والله يا أولا أنا حابب أشكر حضراتكم على تسليط الضوء على منتخب التايكوندو فورا في خلال مشاركتنا في بطولة العالم، وده طبعا مش غريب على القناة الأولى وإعلامنا الرسمي اللي دايما في ظهر المنتخبات المصرية. احنا اللي بنشكركم على الإنجاز اللي انت عملتوه. ثانيا أنا حابب برضو أضيف للتقرير بتاع حضراتكم إن احنا بفضل الله يعني النتائج دي كانت كلها أمس في منافسات أمس، لكن احنا كان عندنا في اليوم اللي قبله كمان اللاعب إياد بركات حصل على المركز الخامس، وعندنا اللاعبه ميسون ايهاب حصلت كمان على المركز الخامس. فاحنا حاليا عندنا اربع لاعبين حصلوا على المركز الخامس في بطوله عالم، وده انجاز مش سهل، وبالاضافه طبعا الى الميداليه التاريخيه لبطلنا الاولمبي سيف عيسى، الميداليه البرونزيه اللي حصل عليها. نعم. الف مبروك لابطالنا. يعني حابين حضرتك تكلمنا عن يمكن ابرز المنافسات الصعبه اللي واجهت ابطالنا وقدروا ان هم يتغلبوا ويحققوا تقدم. والله يا استاذ بسنت هي المنافسات كلها كانت صعبه، يعني انا عايز اقول لحضراتكم ان اللعيبه اللي خسرت حتى في دور الثمانيه، الاربع لعيبه اللي خسروا في دور الثمانيه وجابوا مركز خامس بالترتيب كده، اللاعب اياد بركات خسر من اللاعب الانجليزي ده صاحب فضيه اولمبياد طوكيو، واللاعبه ميسون خسرت من اللاعب الكرواتيه ودي صاحبه ذهبيه اولمبياد طوكيو، امس جانا خسرت امبارح من ذهبيه اولمبياد طوكيو التايلانديه، واللاعب احمد راوي خسر من اللاعب الكوري الجنوبي، ودي طبعا دول يعني ابطال اللعبه، واخذ المركز الاول امبارح في منافسات وزن 87 كيلو. البطوله طبعا صعبه جدا على كل المستويات، يمكن من اصعب بطولات العالم اللي احنا مرينا بيها في خلال الفترات كلها. اكثر مشاركه للاعبين العالم في البطوله ديت، البطوله تجاوزت 1000 لاعب. طبعا بعد الكوفيد كان في فتره توقف كبيره، بعد ما رجعنا كل لاعبين العالم داخله في البطولات دي بكثره وبشكل كبير. فطبعا المنافسات كانت قويه جدا جدا جدا، والحمد لله قدرنا نحقق مراكز كويسه، ولسه ان شاء الله احنا شغالين، لسه عندنا اربع لعيبه باذن الله في الايام اللي جايه هيلعبوا، نامل باذن الله ان احنا نحقق مراكز افضل. يعني ان شاء الله كل التوفيق للعيبه الاربعه اللي هيخوضوا المنافسات القادمه ويقدروا ان هم يحققوا برضو يعني ارقام متقدمه زيهم زي زمايلهم. لكن عاوز اعرف بقى تفاوت اعمار اللاعبين يعني بيتراوح من كام لكام تقريبا في منتخب مصر؟ انا دايما بقول ان احنا يعني الحمد لله بنعمل حاجه للمستقبل، احنا مش بنبص بس تحت رجلينا لحد بطوله الدوره الاولمبيه في باريس ان شاء الله 24، لكن احنا كمان عايزين نبص على دوره لوس انجلوس 28. المنتخب المصري عندنا حاليا، ودي حاجه من الايجابيات الكبيره، ان بيتفاوت اعماره من 17 سنه لحد 22 سنه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان اكبر لاعب عندنا هو لاعبنا سيف عيسى البطل عنده 24 سنه. المنتخب كله زي ما بيقولوا منتخب شباب، منتخب للمستقبل، ان شاء الله نعول عليه ان يعمل نتائج كبيره لمصر في خلال الفترات اللي جايه ان شاء الله. طب هي كده يا كابتن البطوله خلصت ولا لسه مستمره؟ لا يا كابتن، احنا مستمرين ان شاء الله لحد يوم 4/6. اوكي، طيب استعداداتكم بقى عامله ازاي يا فندم؟ كانت للبطوله دي كانت عامله ازاي؟ يعني ايه عدد ساعات التمرين للعيبه؟ احكي لنا عن الحاجات دي كلها. والله يا استاذه بسنت احنا عملنا طبعا برنامج في خلال دوره الاعداد للسنه اللي احنا فيها سنه 2023، ابتديناه من اول السنه ببطولات الفوجيره وكاس العرب، ودي كانت في الامارات الحمد لله حققنا فيها المركز الثالث، ثم دخلنا بعد كده على بطوله مصر الدوليه وبطوله كاس رئيس الاتحاد الافريقي، ودي نظمتها مصر في خلال شهر فبراير وعملنا فيها المركز الثاني في الترتيب العام. من بعدها شاركنا في بطوله في الصين اسمها بطوله الجراند سلام، لعبنا سيف عيسى شارك فيها، وبعدها باذن الله دخلنا في معسكر مغلق في دوله اوزبكستان، ودي دوله من المنتخبات القويه جدا في اللعبه ومحققين نتائج اولمبيه كبيره قبل بطوله العالم على فكره.
شكرا ليك يا كابتن الأستاذ محمد عجيزة، رئيس بعثة المنتخب في بطولة العالم للتايكوندو. ألف ألف مبروك لأبطالنا اللي مشرفينا، وإن شاء الله دايما كده رافعين علم مصر فوق ودايما ذهبيات إن شاء الله.